أقول لك باختصار على أن هذا التكريم هو في الواقع تكريم للمملكة المغربية التي كان لشرف تمثيلها بدولة الإمارات العربية المتحدة بين 2003 و2005، يعني مدة 3 سنوات عشت فيها حقيقة في أحسن الظروف بفضل ما كنت أجده هناك من أجواء أخوية صادقة ومن مساعدة فعالة. فبهذه المناسبة أقول بأنني شعرت هناك بأن المملكة المغربية في شخص جلالة الملك محمد السادس كانت من أحب الدول، إن لم أقول الدولة رقم واحد لدى الإخوة هناك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.